بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد المجيد ابو طالب. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن واحده من الداتا ستراكشرز المهمه اللي بتستخدم مع الجراف اللي هي الديسجوينت سيت. الديسجوينت سيت اهم استخدام لها انه اعرف تو نودز موجودين بنفس الكومبوننت ولا لا. لو اعطاني جراف وقال لي بده كم عدد الكومبوننتس الموجوده، فكنت انا ببلش دي اف اس من اي نود مش فيزيتد، وعدد النودز اللي بلشت منهم دي اف اس هو عدد الكومبوننتس. بس لو كان بده عدد الكومبوننتس وهو بضيف بنفس الوقت بإجات، يعني بقول لي هسه ضيف إج، كم صار عدد الكومبوننت، بعدين برجع بضيف كمان إج وبسأل عن عدد الكومبوننت. فإذا بدي ظل كل مرة كل ما أضيف إج جديدة أعمل دي أف أس من جديد، راح يكون بطيء كثير الحل. فبدنا دات ستركشر تنفذ لي هاي الشغلة بسرعة. الدات ستركشر هاي اللي هي الديسجوينت سيت. الديسجوينت سيت هاي بتستخدم أري، في البداية بتفرض انه كل النودات كل واحدة بكمبوننت لوحدها. كل كمبوننت في الديسجوينت سيت لها روت. في البداية كل نود بتكون هي الروت لنفسها، يعني عندي ان كمبوننتس اذا كان عدد النودز في الجراف ان. الاري هاي اسمها بيرنت، كل نود بخزن مين البيرنت تبعها، مين البيرنت المباشر تبعها. الروت للكمبوننت هي النود اللي بتكون بيرنت لنفسها، لانه ما في اشي ترجع له فهي الروت. عندي تو اوبريشنز اساسيات في الديسجوينت سيت. الاوبريشن الاولى اليونيون، والاوبريشن الثانيه الفايند. اليونيون انه انا معي نود A ونود B وبربطهم في بعض، يا اما بخلي الاولى البيرنت تبعها بيساوي الروت تبع الكومبوننت للنود الثانيه او العكس. المهم انه نود تصير البيرنت تبعها هو الروت تبع الكومبوننت النود الثانيه. الفايند بتجيب لي مين هو الروت للكومبوننت الموجود فيه النود A. ما بقدر اجيب البيرنت للنود مباشره من الاري، لانه ممكن النود تكون لها بيرنت، البيرنت هذا مش هو الروت تبع الكومبوننت، هو له بيرنت هو الروت مثلا تبع الكومبوننت. فانا لما بدي اعمل فايند انا بدي الروت الاصلي نفسه. بالنسبه لليونيون بدي اشبك تو نودز بنفس الكومبوننت، فبدي الروت تبع الكومبوننت واربط النود الثانيه فيه، البيرنت تبعها يصير هو الروت هذا. بس قبل ما اشبك تو نودز بدي اعرف انهم اصلا بنفس الكومبوننت ولا لا، لانه هي شغله اساسيه في الديسجوينت سيت انه بدي اعرف انه تو نودز بنفس الكومبوننت ولا لا. فما بقدر انه هاي لو جاب لي البيرنت تبعه هذا البيرنت تبعه اعرف انه بنفس الكومبوننت او لا. انا بدي مين روت الكومبوننت A ومين روت الكومبوننت للنود B. اذا كانوا متساويين معناته في نفس الكومبوننت، لو كان كل واحد البيرنت تبعه مختلف. باليونيون بجيب مثلا النود B البيرنت تبعها هو الروت للنود او للكومبوننت اللي النود A موجودة فيها. مثلا لو كان عندنا بالبداية 10 نودز من 0 ل 9 مرقمات، في البداية اللي هي البيرنت array او الـ ARR كل نود هي البيرنت لنفسها. لو قال لي اشبك 2 مع 1 باجي للنود 1 بعمل find من عندها، بلاقي انه الروت للكومبوننت تبعها هو الواحد. بالنسبه للاثنين بعمل فايند من عندها، بلاقي انه الروت تبع الكومبوننت تبعها هو الاثنين، لانه في البدايه كل نود هي الروت لنفسها. بما انهم مختلفات مش معناته مش بنفس الكومبوننت، بربط البيرنت تبع الاثنين راح يصير هو الواحد، هو الروت تبع الكومبوننت اللي فيه الواحد. فبصير الجراف بالشكل هذا. لو اجاني يونيون لأربعة وثلاث، بجيب فايند للثلاث بلاقي الثلاث نفسها، فايند للأربعة الأربعة، بعمل يونيون بين الثلاث والأربعة، بيرنت اوف أربعة راح يساوي البيرنت اوف الثلاث او اللي هو الروت تبع الكومبوننت اللي فيها الثلاث، يعني هاي راح تصير قيمتها ثلاث. لو اجاني يونيون ثمانية وأربعة، بجيب البيرنت للنود أربعة، النود أربعة الروت تبعها هو الثلاث لأنه أنا ربطتها مع الثلاث. الثمانية الروت تبعها الثمانية، راح أخلي البيرنت للثمانية بيساوي الروت تبع كومبوننت الأربعة اللي هو ثلاث. راح يجيني بعدين تسعة وثلاث، الثلاث البيرنت تبعها ثلاث والتسعة البيرنت تبعها تسعة، بيرنت أوف ناين راح يصير ثري. الجراف راح يصير زي هيك لانه انا هاي ربطتها باليونيون الاولى، واليونيون الثلاث هذول هاي مشبكوا 3 مع 9، 3 مع 4، 8 مع 4.
النود زيرو الروت تبعها هو نفسها الزيرو، الون هو الون، التو الروت تبعها هو الون، الناين لما أعمل فايند راح تجيب لي الثلاث هو الروت تبعها، الأربعة ثلاث، والثمانية برضو الروت تبعها ثلاث، خمسة وستة وسبعة كل واحدة هي الروت لنفسها. الأري راح تكون مخزن فيها الأربعة الروت تبعها ثلاث، والثمانية والتسعة الروت تبعهم ثلاث، فبقدر لما أعمل فايند بين أي رقمين من الثلاث والأربعة والثمانية والتسعة أعمل فايند لإله راح يجيب لي نفس الروت اللي هو الثلاث. لو أجاني يونيون ستة وخمسة، فايند للخمسة خمسة، فايند للستة ستة، بيرنت أوف سكس راح يساوي فايف، راح أشبك الستة بالخمسة، البيرنت تبع الستة صار خمسة. لو بدي أعرف عدد الكومبوننتس هو عدد النودز الروت الموجودة بالديسجون ست حاليا، اللي هي النود اللي هي البيرنت لنفسها، عندي زيرو وون وعندي الثري وعندي الفايف والسيفن، معناته أنا عندي خمسة كومبوننتس. لو بدي أعرف مثلا إنه هل الزيرو والسيفن موجودة بنفس الكومبوننت ولا لا، وهل الثمانية والتسعة بنفس الكومبوننت ولا لا، بالنسبة للزيرو سيفن راح أجيب البيرنت أو الفايند للزيرو راح ترجع الزيرو، الفايند للسيفن سيفن، مش متساويات معناته مش بنفس الكومبوننت. بالنسبة للثمانية تسعة أجيب الفايند للثمانية اللي هو ثلاث، فايند لتسعة ثلاث كمان متساويات معناته بنفس الكومبوننت. التو اوبريشنز هذول موجودات بالديسجون ست اللي هم يونيون وفايند. اليونيون معناه انه عندي تو كومبوننتس بربطهم في بعض راح يصيروا كومبوننت واحده، الروت تبعهم هو نود واحده. الفايند معناه انه بعمل تشيك لتو نودز هل هم موجودين بنفس الكومبوننت ولا لا. لو اجاني كمان يونيون لخمسة واثنين او اثنين وخمسة، بجيب البيرنت او الروت للنود اثنين راح يرجع لي الواحد، لانه بروح للواحد وبعدين الواحد بترجع للواحد اللي هو هذا هو الروت للكومبوننت نفسها. بالنسبة للخمسة راح اجيب البيرنت تبعها اللي هو خمسة، هسه الخمسة مربوط فيها نود ثانية اللي هي الستة، راح اعمله انه راح اربط الخمسة مع الواحد، راح تصير الروت للكومبوننت اللي موجودة فيها الخمسة هي الواحد. الستة صارت مربوطة بالكومبوننت اللي فيها الواحد لأنه الخمسة انربطت فيها وهي مربوطة بالخمسة. كيف هاي بتبين؟ أنه لو عملت أنا فايند من عند الستة، الستة راح ترجع للخمسة، الخمسة البيرنت تبعها بطل خمسة صار الواحد، برجع للواحد معناته أنا الروت تبعي صار الواحد. لو طلعنا الجراف كيف صار شكله راح يصير بالشكل هذا. بنلاحظ أنه الجراف بعد فترة راح يصير ممكن انه يصير كسيكونس كاملة، يعني هون عندي سلسلة من الواحد لعند الستة طويلة، ممكن انه اشبك كل النودات بنفس الطريقة، صير دائما بدي امشي من الزيرو للان. لو قال لي انه اعمل فايند مثلا للتسعة كانوا كلهم مربوطين، زيرو مع ون، ون مع تو، تو مع ثري، لحد الثمانية مع التسعة، وعملت فايند للتسعة فراح يجيب لي الزيرو بس بعد ما يمشي عشر خطوات. او هون لو جبت انا فايند للستة راح تجيب لي الواحد بس راح تمشي للخمسة، بعدين للاثنين، بعد الاثنين راح تمشي للواحد. عشان نحل هاي المشكلة وتصير الاوبريشنز انفذها بسرعة على الدات ستراكشر هاي، راح نعمل حركة اللي هي انه النود ستة انا لما رجعت ولقيت انه البيرنت تبعها واحد، هسا لو انا رجعت كمان مرة عملت فايند للستة راح ارجع اوصل للواحد بس دمر على نفس الخطوات. اللي راح يصير انه انا مش الاثنين عرفت انه الروت تبعها هو الواحد، وصلت للنود الواحد ولقيت ان هي الروت لنفسها، لما ارجع للاثنين الروت تبعها هو الاثنين هو الواحد هو الروت. لما ارجع من الاثنين للخمسة، الخمسة بما انه رجعت من الاثنين، الاثنين الروت تبعها الواحد او البيرنت تبعها الواحد، فليش ما اشبك الخمسة مع الواحد مباشرة، انه اقول له الروت تبع الخمسة هو الروت اللي رجع من الاثنين او روت الاثنين، فروت الاثنين واحد، الخمسة صار روتها بساوي الروت تبع الاثنين او البيرنت تبعها بساوي البيرنت تبع الاثنين، تنشبك مباشرة بالواحد. لما ارجع من الخمسة للستة، الخمسة صار البيرنت تبعها واحد، الستة راح تقول انه البيرنت تبعها هو البيرنت تبع الخمسة اللي هو الواحد، فراح تصير الجراف بعد اول كول مثلا للفايند راح يمشي على السيكونس هاي كاملة او على السلسلة كاملة،
راح يشبك كل النودات بالروت، راح يصير كل النودات مربوطة بالروت بشكل مباشر. بالكومبوننت هاي راح الثمانية راح تصير مشبوكة بالثلاث مباشرة، الأربعة راح ترجع إنه البيرنت تبعها هو الثلاث، الثمانية البيرنت تبعها راح يصير يساوي البيرنت تبع الثلاث. الإمبليمنتيشن تبعها في البداية بعرف البيرنت أري، طبعا بقرأ عدد النودات، وكل مرة بفرض إنه كل نود هي الروت لنفسها، لأنه أنا لسه ما شبكت أي إدجز في الجراف، وكل نود هي الروت لنفسها وهي كومبوننت لوحدها. بقرأ الإدجز، بعمل للنودين الموجودات بالإدج فايند عشان أعرف إنه هل هم بنفس الكومبوننت ولا لا. لما أعمل فايند للأي راح يجيب لي الروت تبع الكومبوننت تبع الأي، لما أعمل فايند للبي راح يجيب لي الروت تبع الكومبوننت اللي فيه البي. إذا كانوا مش من نفس الروت إلهم معناته إنهم هم بتو كومبوننتس مختلفين، فبشبك الروت تبع الأي في البي، يعني البيرنت للأي راح يصير يساوي البي، فأنا كل الكومبوننت اللي البيرنت تبعها او الروت تبعها A صار الروت تبعها الجديد B، لانه لما اعمل find اوصل للA راح الاقي انه البيرنت للA مش الA، معناته بدي اعمل find من عند الA، من عند بيرنت الA اللي هو الB، بوصل للنود هي البيرنت لنفسها اللي هي الB root الكومبوننت الثاني، فصار ان هيك مربوطات بنفس الكومبوننت. الفانكشن find فانكشن recursion، والimplementation تبعه بسيط، بعمل تشيك في البداية البيس كيس اللي فيه انه هل اليو بتساوي بي اوف يو، اذا كانت بتساوي معناته انا خلص لقيت الروت، فرجع الروت مباشرة. عدا ذلك بدي اعمل فايند لبي اوف يو، مثلا انا كانت مشبوكة عندي واحد باثنين، اثنين بثلاث، ثلاث باربعة، عملت فايند للاربعة، اربعة هل البيرنت للاربعة هو الاربعة؟ لا، البيرنت تبعها ثلاث، فروح اعمل فايند من عند الثلاث، الثلاث هل البيرنت تبعها ثلاث؟ لا، اثنين، فروح اعمل فايند من عند الاثنين، الاثنين هل البيرنت تبعها اثنين؟ لا، هو واحد، فروح اعمل فايند من عند الواحد. بوصل الواحد، الواحد هو البيرنت لنفسه، بيرنت الواحد هي واحد، برجع مباشرة انه الروت واحد. هسه بقدر انه ارجع مباشرة القيمة اللي بترجع من الواحد، رجع واحد اللي هو البيرنت، اثنين ترجع للثلاث، ثلاث ترجعها للأربعة، والأربعة هيك بترجعها للاستدعى الفانكشن فايند بالمين، وبتكون مباشرة الروت عرفته اللي هو الواحد. بس عشان الحركة اللي حكيناها انه اسرع الالجوريثم، الروت اللي راح يرجع لي من النود اللي استدعيتها من البيرنت تبعي راح ان يصير هو البيرنت تبعي، يعني رجع من الواحد الواحد، الاثنين صار البيرنت تبعها اثنين، اثنين رجعت واحد للثلاث، الثلاث شبكت مباشرة بالواحد، ورجعت واحد للاربعة، فالاربعة كمان شبكت مباشرة بالواحد. بعد كم كول للفايند راح تصير الفايند راح تصير خطوة مباشرة انه بلاقيها، راح يصير البيرنت للنود هو الروت تبعها بشكل مباشر، فراح تصير الكومبلكسيتي تبعتها او اوف 1. وعلى الكومبلكسيتي للديسجوينت سيت، الفايند او اوف 1 واليونيون او اوف 1، فعشان هيك هي سريعة. لو اعطاني مجموعة من الكويريز وكل مرة انه تو نودز موجودين بنفس الكومبوننت ولا لا، او اربط تو كومبوننتس مع بعض، فبقدر انه احلها بسرعه، بس بلف على عدد الادجز واليونيون بوف 1 والفايند بوف 1. بالسي بلس بلس نفس الاشي، بعرف البي الفايند البيس كيس تبعته انه البي بي اوف يو بيساوي يو، عدا ذلك برجع بي اوف يو بيساوي فايند بي اوف يو. وبالمين نفس الاشي، بفرض اول في البدايه كل نود هي البيرنت لنفسها، بقرأ الإدجز وبعمل لكل نود في الإدج فايند، إذا كانوا مش بنفس الكومبوننت بربطهم. في شغلات كمان ممكن إني أضيفها على الديسجوينت سيت، مثلا لو أنا مطلوب مني إني أعرف السايز تبع الكومبوننت، فبعرف الري سايز في البداية، في البداية حجم كل كومبوننت هو واحدة، لأنه كل كومبوننت هي الروت لنفسها بي أوف آي إيكوال آي، والسايز تبعها راح يكون واحد. إذا ربطت نود A مع B لقيت انه مش بنفس الكومبوننت، البي اوف اي بساوي بي بساوي بي، معناته السايز للكومبوننت بي، الكومبوننت الجديده تبعتي او الروت الجديد تبعي، لانه خلص الاي بطل روت، بزيد عليه السايز تبع الكومبوننت الروت تبعها اي، لانه انا ربط الاي ربطته في البي، فالسايز تبع الاي راح يزيد بالسايز تبع البي.
الدوز جونسات ما بتوفر لي طريقة انه اعرف كيف الجراف اصلا مبني. الاشي الوحيد اللي بتعطيني اياه تو نودز بنفس الكومبوننت ولا لا، وعدد النودز في الكومبوننت، وممكن اعرف مين هم النودز اللي في الكومبوننت، بس كيف مربوطين الاجز اللي ربطاهم ما بقدر اعرف. كان معكم عبد المجيد ابو طالب، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.